بسم الله الرحمن الرحيم. تقوم مديرية الموارد المائية في ميسان واستعدادا للموسم الشتوي واحتمالية ورود الأمطار وورود الموجات الفيضانية بالإجراءات التالية. بداية، أولا تم تأهيل المهارب الفيضانية الواقع على عمود نهر دجلة شمالا ابتداء من قضاء علي الغرب انتهاء بقضاء كميت، حيث توجد 3 مهارب فيضانية، هي مهرب علي الغرب الشمالي والجنوبي بالإضافة إلى مهرب كميت الشمالي، حيث تم تأهيل هذه المهارب بالإضافة إلى تأهيل السداد الواقع عليها وإكساءها بالحجر التي هي سداد الشماشير لضمان عدم تآكلها في حالة ورود الموجات الفيضانية. كما تم تأهيل جميع سداد دجلة الفيضانية نتيجة خوفا من ارتفاع المناسيب الفيضانية. كما تتميز محافظة ميسان بوجود أنهر فيضانية كبيرة، هي 5 أنهر فيضانية، فقامت المديرية بعملية استباقية وهي تأهيل وكري هذه الأنهر الفيضانية لضمان وصول المياه إلى أبعد نقطة دخولا إلى الأهوار، حيث تم عمل جهد هندسي من دائرة الكري ودائرة الصيانة للكري وتوسيع نهر العريض بالإضافة إلى رفع جزرات عن نهر الفتيرة. كما تقوم مديرية الموارد المائية بالإشراف الكامل على خطة التطهيرات التي تقوم بها دائرة صيانة مشاريع الري والبزل المنتشرة على عموم محافظة ميسان لضمان وصول المياه إلى أبعد نقطة وتوفير المياه إلى الإسالات. كما تقوم مديرية الموارد المائية بالإجراءات اللازمة لضمان حصة محافظة البصرة المائية بالإضافة إلى حصة الأهوار، حيث هنالك نظام مراشنة صارم تلتزم مديرة الموارد المائية بتطبيقه بالتعاون مع قيادة العمليات ومساعدة دائرة توزيع الكهرباء ميسان وبدعم مباشر من الحكومة المحلية. كما أن مديرية الموارد المائية مستمرة بحملاتها برفع التجاوزات، وخاصة في الفترة الأخيرة تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع قيادة عمليات ميسان وحملات مستمرة لرفع كافة التجاوزات وبحيرات الأسماك المتجاوزة لضمان وصول المياه إلى أبعد نقطة. كما هنالك حملات مستمرة على أعمدة الأنهر المغذية للأهوار لرفعها وذلك لوصول المياه إلى هذه الأهوار بكمية كبيرة. المهندس علاء فيصل جمعة، مدير الموارد المائية في ميسان.